سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال